السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا النهاردة الشغلانة ديت باركيه مختلف شوية، مقاسه مش تقليدي نهائيا. الباركيه ده خامة بورسلان، الخامة بتاعته بورسلان أسباني، مش باركيه سيراميك، باركيه الخامة بتاعته بورسلان زي ما احنا شايفين. المقاس بتاعه مختلف تماما، 12 سنتي العرض بتاعه في طول 80، 12 في 80. ركبناه بالطريقة ديت، الطريقة دي شوية متعبة مش زي الطريقة التقليدية العادية، متركبة معين زاوية 45، القصات بتكون كلها عبارة عن مثلثات من الأطراف. طبعا ده على حسب اختيار العميل. رقمنا في القاهرة 012-012-78-03، رقمنا في جدة 0566-98-1135. عمرو الألفي لتركيب البورسلان والسيراميك والرخام والحجر. تحياتي.